لقانا لقانا مع الفوازير. انتم معنا مدعوين سوف نزور عمك بشير. على انت تبدون تاخير. انا اسمي عم بشير شبه وسن كبير سافرت بلاد كثيره وصلت لتوا الحين. هو اسمه عم بشير شيباوي سنه كبير سافر لبلاد كثيره ووصل لتوا الحين. ايش موضوع الفوازير وضح لينا يا عم بشير وضح لينا يا عم بشير. اسمعوني يا اصدقائي وشرفوني كل مساء ونصيحتي هذه من القرآن آية والآية في سورة وفي القرآن مذكورة. إيش هالآية وإيش هالسورة؟ راح أقول لكم إيش هالسورة. إيش هالآية وإيش هالسورة؟ راح أقول لكم إيش هالسورة وانتوا عليكم بالقرآن. هيا قل وإحنا سمعين الصبر طيب يا حلوين. هيا قل الصبر طيب يا حلوين هيا قل واحنا سمعين. الصبر طيب يا شاطرين هيا قل واحنا سمعين. الصبر طيب يا حلوين. اقرأ انت وصديقك اقرأ يا بني الرسالة. تقول الخطاب لابن اسمه عبد الفتاح. صديقي اسمه صلاح لا حسد ولا جفاء. الصلح خير وفلاح.